يقول السائل يا شيخ، إذا وجد غبار أو غبار ليس بشديد لكنه قد يؤثر على بعض المصلين، وخصوصا من كان في بداية الصف أو في الصف الأول، فهل يبيح ذلك الجمع بين الصلاتين؟ هذا لم يرد الجمع للغبار، لم يرد، إنما ورد الجمع لأحد ثلاثة أمور: إما لمطر يبل الثياب في خروجهم وذهابهم وإيابهم إلى المسجد ويتأذون به، أو لوحل بينهم وبين المسجد من الطين والدحض وتجمعات المياه بينهم وبين المسجد، وإما لريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. بهذه الشروط: ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، هذه الأمور التي تبيح الجمع بين المغرب والعشاء. أما الغبار هذا ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم.